زين للناس حب الشهوات من النساء. عندما قال زين للناس حب الشهوات كانت أول شهوة النساء. قال الإمام الزرقاني رحمه الله في شرح هذا الحديث قال: وما من شهوة من الشهوات إلا وتقسي القلب، إلا شهوة النساء الحلال، فإنها تصقل القلب وتنميه، تزيد الإيمان، حتى إنها الشهوة التي هي عبادة. لو سألك سائل ما هي الشهوة التي هي عبادة تقول هي شهوة النكاح. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ثم يكون له بها أجر؟ قال: نعم. أرأيتم من وضعها في حرام أكان أيكون عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال. من هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فانظروا كيف جعل النبي النكاح أفضل من الصيام الذي هو ركن من أركان الإسلام. تجد بعض الشباب يكبر حتى يصل 30، حتى يصل 40 ولم يتزوج. لماذا؟ لماذا لم تتزوج؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فليتزوج أمر، وأمر رسول الله واجب. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من يطيع الرسول فقد أطاع الله. يقول لك: يا أخي، الإمام النووي ما تزوج، وشيخ الإسلام ابن تيمية ما تزوج، وفلان ما تزوج. وهل أمرت بالاقتداء بهؤلاء؟ إنما أمرت أن تقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم، وتقتدي بالأنبياء، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. أما العلماء فلا يقتدى بأفعالهم، وإنما يقتدى بأقوالهم بعد عرضها على الكتاب والسنة.